اوكي عندنا المباراه النص اللوزر سيمي فاينل بين فريسكو وتوكي. الفايز منهم حيباري هشام اكيد يا ابن الاخيه بتعلم منهم اجل وش اتوقع اني عارف اتعلم اعرف اعلق انا اصلا قاعد ناشب لكم بس كذا بلشه ما اخليكم تعليق غبي ولسه تتوقع يعني بالله اتوقع اني مثلا بعلق زين عشانك انت وحضرتك حبيبي هذا اسمه تي او بريفليج انا اعلق عشان انا تي او طز فيكم كلكم اصلا هذا بوتن تشيكينج باتل فاست والله او بي فارس سوي بوتن تشيك بالكاركتر سيلكت يبغاك تعال علق معاي استناك يا ملخية انت ترى كل الحين وعدني جيت تعلق معاي بس انت قاعد ببيتكم فهمت عند المكيف متسدح ما تبي تجي تعلق معاي لانك خايف اساسا تبينات حقتك الخضراء اللي كنها على السعوديه نايس اوف لو دفت المويه كانت تصير خرافيه نايس اشتاك يلقط هذا طبعا الماتش اب هذا حيكون كله بروجكتايلز وكله فلاح حق التوكي ممكن ما ادري كيف كان ممكن يكون لها اثر في الماتش هذا لكن هو اذا دخل ماريو ممكن يعور بس بنفس الوقت توكي عنده النير او باكمان عنده النير فما تدري نايس اشتاك حلوه عجبني استخدام المفتاح من توكي دائما يحب يستخدمه بالريفرس عشان يخدع اللي قدامه ناس دوت ايش هذا داون تلت ما عمر شفتها نايس يس باكير بس ظهر سورس بوتشن كذا يا مسكين يا باكمان ايش من بشر كراب حليلة اوف لو جابه والله كانت سنايب حلو بام 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 اوه سلام عليك حلو الاربع كير عجبتني صراحة جتاك الى اب اير سلام كابتن ماجد الكابتن ماجد تيرن ديرن نجم رائع انا سحبت الام مباراة نايس جتاك الى اب اير اعتقد لا والله بعيد ظهر ريد سوى ميس اب للمشكلة اوه حلو الفورورد سماش كانت تريد حلو بس الاخر ضربه من الداونر حقت ماري ضربت سلام انا نسيت انه عنده مفتاح صراحه اخذ ما اخذ البل اختفى قبل اشيله بارم بام 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 بارم يا اخي المرحله هذه سعيده كذا فيها ميوزك سعيده الله 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 بام بانا واو يا سنايب ابا درتك اعتقد انه غلط او ما اتوقع انها تضرب كان ثرو الى ولا شيء لان الريج مره عالي الحين والبرسنتج مره عالي الوضع مره صعب لماري الان ابغى اعتقد يبغى الريد باب سماش غير كذا صعب او باك ثرو طبعا يا مسكين يا باكمان وش المقراب المعاق حنرجع باكمان
بانداي ريج فصاب يذبح الان ثرو ياخذ سيت كنترول. سلام عليك حلو ضرب ضرب الهادر انت لسه قدر يمسك شيلد. سلام على سناش ثرو دمج نايس اب اي اب ايربس اب ابي والله رجعها تقريبا فيسكو. سلام نيرت شيلد يا سلام عليك التفاحه هذه دايم دايم ترخم اللي قدامه انها تطلع في زاويه مايله فتحسب انها ممكن تطلع في خط مستقيم تطلع في زاويه مايله تخرجك تلمس كلمه لانك ميت. 1-0 التوكي. طبعا احنا قاعدين نلعب بست اوف 3 سلام عليك حلو البريشر انه اخذ ضربه بالباكير ولسه اخذ منه الطياره يعني اخذ منه جزء كبير من نوتر الحق قبل شوي. اجتاك الى ولا شيء. سلام عليك الحقها حلوه جميله صراحه. اوكي خرجها بالابي شويه دمج نايس. لو تلاحظ قبل شوي ان فارس ما سوى الاب اير العاديه سوى الريفيرس اب اير. نايس بي اي الدمج حوك. سلام سلام هذه تقعد كذا الهيت بوكس في الليج قاعد كذا لين تقوم ويضربك مسخره. باك فان تبتير نيرف ديس. سلام حلو فولو اب جميل الحين حلو سنايب وات اعتقد رمى البيل رمى الايتم بالغلط كان اسوي سايد بي سوى بي عاديه نايس. سلام استخدم المويه جميله. اوكي سلام عجبني البريشر اللي قاعد يسويه فارس مو قاعد يعطي توكي فرصه انه يسوي كومبواته يطلع حركات السريعة بحيث انه يسوي بريشر عليه. شلون ضربت الفورساج دي ما ادري بس اوكي. سلام سلام قرا الجمب. اوبا. سلام جابز. مباراة مرة قريبة بس طبعا افضلية تقول ماريو لان ماريو عنده كل كونفيرمز احسن بكثير او مو كل كونفيرمز كل باور. سلام يا عيني يا توكي يا عيني يا توكي صراحة الاوبشن كفرج قبل شوي كان روعة بس الحركة. سلام سلام عليك سلام عليك صراحة 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 جي جي نايس جيم لتوكي حط له الجرس بحيث انه ما يقدر يسوي شيء. اعتقد فارس كان يبغى يسوي دروب داون جمب بس انه غلط واخذ له داون سماش بعد السكندري جراب 2-0 لمصلحة توكي. توكي حيرجع يباري هشام في الرن رن باك في اللوزرز فاينل 2-0. خلنا نادي المباريات الجاية بس نشوف وين نجيكم.